مساءكم سعيد مشاهدينا، اهلا بكم الى نشرة الاخبار الرئيسية مباشرة من القناة الاولى بالرباط. البداية كالعادة بابرز العناوين. الخليفة العام الجديد للأسرة جنيان ياس بالسنغال يعرب عن امتنانه لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله على إثر مراسم تقديم العزاء في وفاة الشيخ أحمد تيجاني إبراهيم نياس. المستشفى العسكري الطبي الميداني المغربي أصبح جاهزا لاستقبال المرضى والمصابين في انفجار بيروت، فيما تتصدر المساعدات المغربية قائمة المساعدات الموجهة للبنان ب19 طائرة. في جديد الحالة الوبائية، تسجيل 1230 حالة إصابة مؤكدة و18 حالة وفاة، فيما تمثل للشفاء 1157 شخصا خلال 24 ساعة الماضية. تدابير وإجراءات احترازية ضد وباء كورونا المستجد تخيم على القطاع السياحي والنموذج من المحطة السياحية بالسعيدية. أهلا بكم من جديد. مستهل أخبارنا ببرقية تهنئة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلادها. أعرب الخليفة العام الجديد للأسرة تيجانية نياس محمد الماحي نياس عن شكره لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على الرعاية المستمرة التي يشمل بها دائما الطريقة التيجانية. جاء ذلك خلال استقباله لسفير المغرب بالسنغال على هامش مراسم تقديم العزاء في وفاة الشيخ أحمد التيجاني إبراهيم نياس الخليفة العام للأسرة التيجانية نياس. وكان أمير المؤمنين قد بعث ببرقية تعزية ومواساة لفضيلة الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس إثر وفاة الخليفة العام للأسرة التيجانية بمدينة كولخ. التفاصيل مع رضا عمو. أعرب الخليفة العام الجديد للأسرة التيجانية نياس محمد الماحي نياس عن شكره لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على الرعاية المستمرة التي يشمل بها دائما الطريقة التيجانية. الخليفة العام الجديد للأسرة التيجانية أشار إلى الروابط الخاصة التي تجمع الفقيد الشيخ أحمد التيجاني إبراهيم نياس وجلالة الملك محمد السادس نصره الله والمغرب الذي زاره في مناسبات عديدة، مبرزا أن حب وتشبت أسرته بجلالة الملك هو من ثوابت التربية التي سعى إلى ترسيخها في نفوس أفرادها. سا ماجستي لو روا أمي لاكسان سور جلالة الملك أكد أن الفقيد الشيخ أحمد التيجاني إبراهيم نياس شخصية صوفية بارزة كرست حياتها لخدمة الإسلام ونشر تعاليمه السمحة ليس في بلدها فحسب وإنما أيضا في غرب إفريقيا، متمنيا للخليفة العام الجديد كامل التوفيق والسداد في مواصلة إشعاع الرسالة الروحية الجليلة للطريقة التيجانية القائمة على اتباع السنة النبوية الشريفة وذلك سيرا على نهج أسلافه الأمثل. أعرب عن شكري لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين على الرعاية المستمرة التي يشمل بها الطريقة التيجانية والروابط العريقة التي تجمع الأسرة التيجانية نياس والمملكة المغربية. وخلال هذا الاستقبال تلا سفير المغرب في دكار برقية التعزية التي بعث بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الخليفة العام الجديد على إثر وفاة سلفه، وأعرب أمير المؤمنين عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في رحيل هذه الشخصية الصوفية البارزة ويجزيه الجزاء الأوفى عما قدم بين يدي ربه من جليل الأعمال ويلحقه في جنات الخلد بمن أنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مراسم تقديم التعازي جرت بحضور الرئيس السنغالي ماكيسال والعديد من الشخصيات السياسية والدينية من السنغال والمنطقة. وأشاد الرئيس السنغالي في كلمته بالدور الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تعزيز العلاقات بين الشعبين السنغالي والمغربي، كما كلف السفير المغربي بنقل تحياته الأخوية إلى جلالة الملك حفظه الله.
تم اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت إتمام أشغال إنشاء المستشفى العسكري الطبي الميداني، مستشفى جاء ليلبي حاجيات اللبنانيين للتطبيب والتمريض بعد انفجار مرفأ المدينة وما سببه من تدمير للمنشآت الصحية بالعاصمة اللبنانية. المستشفى الذي أنشئ بتعليمة ملكية سامية أصبح جاهزا لاستقبال المرضى والمصابين ابتداء من صباح يوم غد. خالد أزدون، حسن سيلة من لبنان. اتخذ المستشفى الميداني العسكري من ضحية كورنيش النهر شمال بيروت مكانا له. ليلة بيضاء قضاها الطاقم لإقامة هذا الفضاء الطبي بعد حمل المعدات التي عبرت الجسر الجوي بين المغرب ولبنان من مطار بيروت. انطلقت أشغال التركيب وتهيئ أركان هذا المستشفى الميداني وإعلان جاهزيته. وصلت ولله الحمد البعثة الطبية العسكرية إلى بيروت امتثالا لأوامر صاحب الجلالة نصره الله. عملنا على قدم وساق لإنشاء هذا المستشفى الميداني الجراحي العسكري في أقل من 24 ساعة، وكما ترون هو جوهرة أمل كما أرادها صاحب الجلالة نصره الله لإسعاف المنكوبين بهذه المدينة، وذلك ابتداء من هذه الليلة بإذن الله. السابعة مساء بتوقيت بيروت رفع العلم المغربي معلنا جاهزية المستشفى. كل ما يلزم التدخلات الطبية والعمليات الجراحية متوفر هنا. هذه مثلا واحدة من غرف العمليات المجهزة بأحدث المعدات، جهاز التخدير والتنفس الاصطناعي وأجهزة قياس الضغط. بجانبها مختبر طبي يعنى بالتحليلات المخبرية المستعجلة. وبالنظر للظرفية التي تعيشها بيروت عقب الانفجار وما خلفه من مصابين وجرحى، ارتأى المستشفى الميداني إعطاء الأولوية لجراحة الأنف والأذن والحنجرة وكذا تخصص الحروق وجراحة التجميل. الفاجعة التي أصابت بيروت والشعب اللبناني الشقيق تسببت في حالة حروق كثيرة. نتوقع استقبال عدد كبير من حالات الحروق. الهدف في هذه المرحلة هو تشخيص خطورة الحروق والتعرف على حالات الحروق العميقة التي لا يمكن التئامها بدون تدخل جراحي متخصص في الجراحة الإصلاحية والتقويمية. وفي غياب هذا التدخل الجراحي تكون هناك عواقب ومضاعفات على المدى القريب ومخلفات وظائفية وتشوهات على المدى البعيد. لأن هذه الانفجارات تتولد واحد موجة ضغط كبيرة جدا، كيف ما لاحظتوا أن الزجاج تكسر على بعد مئات الأمتار. وبالنسبة للأذن وبالنسبة للحنجرة والبلعوم يمكن تسفر على أضرار، منها ثقب في غشاء الطبل، منها تضرر كبير على مستوى البلعوم والحنجرة، وهذا الشيء يؤدي إلى فقدان في السمع بعض الحالات بدرجة متفاوتة، وكذلك إلى صعوبة في التنفس. بعثة طبية مكونة من 100 عنصر بينهم 14 جراحا في تخصصات مختلفة، مستودع أدوية يلبي كل الحاجيات، وأقسام مختلفة لتلبية طلب أكبر شريحة ممكنة من أهل بيروت. هكذا يكون المستشفى الميداني العسكري جاهزا لاستقبال أولى الحالات الوافدة. مستشفى يهتم بكل التفاصيل تماشيا مع الظرفية الصعبة التي تمر منها بيروت تزامنا مع انفجار مرفأ مينائها. خالد أزدون، حسن سيلة، قناة الأولى، بيروت من لبنان. هذا ويتواصل الجسر الجوي الذي يربط المغرب بلبنان لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني الشقيق، حيث وصل عدد الطائرات المحملة بهذه المساعدات إلى حدود صباح اليوم إلى 19 طائرة في انتظار وصول طائرة أخرى يوم غد حسب ما أكدته سفارة المملكة المغربية بلبنان. وأعلن الجيش اللبناني اليوم عن أعداد الطائرات المحملة بالمساعدات التي وصلت إلى بيروت من دول مختلفة، بحيث تصدر المغرب القائمة ب 19 طائرة ومستشفى ميداني في انتظار الطائرة رقم 20 يوم غد. إلى جانب الإعلام اللبناني، وسائل الإعلام العربية والدولية تناولت في عناوينها دلالات المبادرة الملكية الإنسانية بتقديم مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان المجسدة لقيم التضامن الإنساني. فرح سعف. مساحة كبيرة أفردتها الصحف العربية والدولية للمبادرة الملكية بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى لبنان على إثر الانفجار المفجع الذي هز مرفأ بيروت وخلف دمارا واسعا وعشرات القتلى وآلاف الجرحى.
جريدة العرب دوت يوكي توقفت عند هذه الخطوة التي تعتبر بادرة تأتي لنصرة اللبنانيين في المصاب الجلل الذي ألم بهم، وتجسد الحس الإنساني تجاه هذا الشعب الشقيق. المبادرة الملكية كانت محط تنويه أيضا من طرف جريدة لبنان 24.com التي خصصت مقالا تطرقت فيه لحجم المساعدات الإنسانية والطبية التي وصلت إلى لبنان، وأشارت إلى أن عملية تسليم هذه الشحنات تمر في ظروف أخوية تعكس قيم التآزر التي لا تتوانى المملكة المغربية في التعبير عنها متى اقتضت الضرورة. من جانبها أثنت جريدة النشرة دوت كوم على المبادرة الملكية التي تهدف إلى التخفيف من آلام الشعب اللبناني وتمثل صورة من صور التضامن المغربي. جريدة نبض دوت كوم بدورها تطرقت للمساعدة الإنسانية والطبية العاجلة التي أرسلها المغرب بتعليمات ملكية سامية إلى لبنان. المغرب الذي كان في طليعة الدول التي تحركت لتقديم يد العون للبنانيين في هذه الظروف العصيبة، ذات الاهتمام بالمبادرة الملكية القاضية بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى لبنان، أبدته جريدة كشاف دوت كوم التي خصصت مقالا ركزت فيه على حجم هذه المساعدات وقيمتها الرمزية في قلوب اللبنانيين الذين لا زالوا يحصون الخسائر التي خلفها انفجار مرفأ بيروت. ولدعم لبنان اتفق المشاركون في مؤتمر المانحين على حشد موارد مهمة لمساعدة البلاد على تجاوز محنتها بعد انفجار مرفأ بيروت، ويتواصل عمل فرق الإنقاذ رغم تراجع الأمل في العثور على ناجين من حادث الانفجار. زكي بلقاس. وسط أقوام من الركام وصلت فرق الإنقاذ بحثها عن الناجين من حادث انفجار مرفأ بيروت، وكشف متحدث باسم الجيش اللبناني أن العمل مستمر وأن حجم الدمار يجعل الأمل في العثور على أحياء ضعيفا، معلنا الانتهاء من المرحلة الأولى من عمليات الإنقاذ وانسحاب بعض الفرق الأجنبية. لقد أخرج فريق الإنقاذ المركزي شخصين متوفيين من بين الأنقاذ، ويواصل المستشفى المتنقل عمله بتقديم الرعاية الطبية للجرحى. ولمساعدة بيروت على تخطي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن حادث الانفجار، تعهد المشاركون في مؤتمر دعم لبنان بتقديم مساعدات مباشرة وسريعة للشعب اللبناني تحت قيادة الأمم المتحدة. وقد تم الإعلان في نهاية هذا المؤتمر عن مساعدات مالية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات لدعم جهود الإغاثة والإعمار ببيروت. من جهته أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن احتياجات بلده كبيرة جدا، وأن ما تعرضت له لبنان من أزمات متتالية تتخطى قدرته على مجابهة تداعيات الانفجار. في جديد الحالة الوبائية ببلادنا، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 1230 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا مستجد و18 حالة وفاة، فيما تمثل الشفاء 1157 شخصا خلال 24 ساعة الماضية. شاب زريوح ونورد صابر. الحصيلة الجديدة لحالة الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد رفعت العدد الإجمالي إلى 33,237 حالة، ومجموع حالة الشفاء التام إلى 23,347 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 498، وذلك بعد تسجيل 1230 حالة إصابة جديدة و1157 حالة شفاء و18 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. 86% من الحالات الجديدة سجلت بأربع جهات. جهة الدار البيضاء ستات 411 حالة، من بينها 367 حالة بالدار البيضاء الكبرى. جهة مراكش أسفي 335 حالة، من بينها 314 حالة بمراكش. جهة فاس مكناس 171 حالة، من بينها 91 حالة بفاس. جهة طنجة تطوان الحسيمة 144 حالة، من بينها 131 حالة بطنجة.
أما مجموع الحالات النشطة التي لا تزال تتلقى العلاج فيبلغ حاليا 9392 حالة، فيما تتوزع الحالات الصعبة والحرجة الموجودة حاليا بقسم الإنعاش والعناية المركزة على الجهات التي تعرف أكبر معدلات الإصابة المؤكدة. بالنسبة للحالات الخطيرة أو الحرجة فقد بلغ عددها قبيل قليل 116 حالة خطيرة أو حرجة، من بينها 46 تحت التنفس الاصطناعي بنوعيه الاختراقي وغير الاختراقي. هذا وقد تم استثناء 21103 من الحالات من كونها مصابة بالمرض بعد إخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 1,416,731 حالة. تابعنا ونتابع يوميا مشاهد لأناس تراخوا في التقيد بالتدابير الصحية، ونتابع بالمقابل مشاهد المواطنين يلتزمون بالإجراءات الوقائية حماية لهم وللآخرين. الروبورتاج من أكادير مع زينة إتلامين ومحمد أمين عموري. أينما وليت وجهك في شوارع المدينة إلا وتطالعك ملامح تكاد تختفي وراء القناع، لا عجب فالقناع أصبح جزءا من مظاهر الحياة اليومية. في هذه الحديقة بأجادير يتفيأ الناس ظلال الأشجار الوارفة والنسمات الرقيقة، هنيهات هانئة بعيدا عن أزقة ملتهبة في حر الصيف، لكن طيف الوباء حاضر في الأذهان. الناس ملتزمين بالمسائل ديال التباعد الجسدي، وأخيرا كنشوفوا أن الناس استوعبوا قد أن بالنسبة للكمامة ولات ضرورية. كنتمنى الناس يوعوا بخطورة المرض، راه المرض مازال كاين ويتعايشوا مع المرض كافة الدول، لأن الناس رجعوا خدموا ورجعوا سميتو عادي جدا، يعني خصهم يديروا الوقاية ديالهم، التزام بالكمامة المعقمات ديالهم، ويخافوا على الأسر ديالهم، لأن كاينين الناس ما عندهمش مناعة ككبار السن والآباء والأمهات ديالنا. ولا زمن التقارب إلى حين، لتلج المقهى اليوم تنتسب أمامك تحذيرات، تحولت لافتات المكان إلى إرشادات تذكر الزبون بأننا في زمن الوباء، وباء مجهري يتوارى في ثنايا التراخي ويتسلل في غفلة. الكليان ديالنا قبل ما نستقبلهم كانوا يديروا واحد لو تيست ديال التيستور هذا، ابري كندوزو التعقيم كنديروا الطاولات في المسافه ديال متر ونص. حنا غاديين في هذا الاتجاه الحمد لله، وهذا عطى واحد النتيجه مزيان للزبناء، بان الزبناء فرحانين لهذا الشيء، بهذا الشيء اللي كنقوموا به. كيكون بعض الناس افكتيفمون ديال الزبناء ما كيحترموش وهذا، ولكن كيخصنا حنا جميع الناس باش يكونوا ياخذوا لو سيفيزم لا ريسبونسابيليتي ديالهم. أصياف أكادير لها حسن ومفاتن المدن الساحلية، وحدها الأقنعة تذكرك بأن صيف المدينة هذه السنة له طعم خاص. الحمد لله راه تخطينا المرحلة الأولى، ولكن للأسف احنا أمام مرحلة جديدة اللي ممكن تخطوها بالنجاح ديالنا بالالتزام ديال المواطنين ديالنا. المواطنين بمدينة أكادير واعين بأهمية ديال هاد المسؤولية هذه اللي تلحت على عاتقهم، وأكيد بأنه الرهان إن شاء الله سيكون حاسم إن شاء الله باش نتقاضيوا على الفيروس. على الشاطئ تتباعد الشمسيات، يقل أعداد المصطافين ولا تقترب الفوط من بعضها، الكل يأخذ حذره. تلك بعض مظاهر العطلة في زمن استثنائي. عدم ارتداء الكمامة وعدم احترام التباعد الجسدي يمكن أن يكون موضوع غرامة تصالحية قدرها 300 درهم يتم استخلاصها فورا من طرف العون داخل أجل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. إيمان سلاوي ونورتين صابر. والمغرب يعيش وضعية وبائية مقلقة بسبب سرعة انتشار الفيروس التاجي، وضع يتطلب حزما وجدية أكبر في التعامل. بالشوارع القنيطرة وفي العديد من الفضاءات استوقفتنا هذه الصور، الساكنة تتعامل بشكل إيجابي مع التدابير الاحترازية. نديروا أول حاجة كنقوموا بها هو المراقبة ديال العمال بالنسبة لدرجة الحرارة،
ثم وضع الكمامات هو إجباري بالنسبة لأي عامل بالنسبة عندنا المقهى، ثم كاين التباعد يعني بالنسبة للمسافات، ثم كاين تحسيس واحد الدورات التكوينية بالنسبة للموظفين أو العاملين اللي معنا هنا في القطاع. القنيطرة معروفة بالالتزام، يعني القنيطرة عند الناس ديالها ملتزمين، كيلتزموا بهذا الوضع ديال الكمامة، وفي بالخصوص في الأسواق والمناطق اللي هي فيها اكتظاظ الغرامة إلا تخلصت ب 24 ساعة، وهادشي اللي خصو الناس باش يعرفوها الناس كاملين، يعني إلا 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 ما فيهوش 24 ساعة باش يخلص لك الغرامة، ما غاتسجلوش في السجل العادي. التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات أمر يمكن معاينته بالمقاهي وفي الأسواق التجارية الممتازة، وذلك حماية لسلامة وصحة المواطنين. الوقائية الناس متخذين التدابير الوقائية ديالهم، داير مسافة التباعد، والحمد لله حتى حنا كذلك عندنا الكليان اللي تيجي وما كيردش البال، سميتو الكمامه وداك الشيء، كنعطيو ليه البافيت ديالو تيديرها هنايا. كاين بحال سميتو التومبيراتور، يعبروا لك التومبيراتور السخانه، وداك لي برودوي ديال سميتو مواد المعقمه، كاين كل شيء تقريبا. لا بليبار المحلات في قنيطره هكا خدامين. عدم ارتداء الكمامة واحترام التباعد بين الأشخاص كمخالفة يمكن أن تكون موضوع مصالحة حسب مرسوم قانون يقضي بتعديل طريقة استخلاص الغرامات. الغرامة التصالحية التي يمكن لضابط أو العون القضائي أو العون المكلف بمراقبة أو ملاحظة هذه المخالفة أن يحرر محضر في إطار الغرامة التصالحية مقابل وصل يسلمه للمخالف، وفي حالة عدم أداء هذه الغرامة يتم تحويل الملف داخل أجل 24 ساعة إلى المحكمة. تعديل يهدف تيسير الإجراءات المتخذة لاحترام القانون والرفع من فعالية تطبيقه وإلزامية وضع الكمامات، وذلك لاتخاذ مزيد من الحيطة والحذر لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19. في بلاغ توضيحي شددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية على أن المقرر الوزاري الصادر في 6 غشت الجاري لم يحسم بشكل قاطع في النموذج التربوي الذي سيتم اعتماده في الدخول المدرسي المقبل، تعليم حضوري أو عن بعد أو هما معا. البلاغ الذي جاء على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة بخصوص تدبير الدخول المدرسي 2020-2021، أكد على أن مقتضياته يمكن أن تعدل أو تكيف عند الاقتضاء، سواء تعلق الأمر بمحطة الدخول المدرسي أو خلال السنة الدراسية، أخذا بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية ببلادنا وما تتطلبه من إجراءات احترازية ووقائية. وأوضحت الوزارة أنها دأبت في آخر كل سنة دراسية على إصدار المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية المقبلة، والذي يتضمن العمليات المتبقية للتحضير للدخول المدرسي والمحطات والأنشطة الأساسية المبرمجة، وكذا تاريخ انطلاق الدراسة الذي حدد هذه السنة في 7 شتنبر. وعلى غرار الموسم الدراسي 2019-2020 سوف تتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل تأمين الحق في التمدرس لجميع المتمدرسات والمتمدرسين بجميع المستويات الدراسية في احترام تام لشروط ومعايير السلامة الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة. سمير مشهور مغربي يشغل منصب نائب رئيس شركة عملاقة متخصصة في تصنيع تكنولوجيا المواد البيوطبية بكوريا الجنوبية. لديه خبرة كبيرة استقاها من عمله بكبريات الشركات العالمية. نشيط جدا في نقل التكنولوجيا ويساهم رفقة الخبراء في تطوير الأبحاث. وفي ظل الوباء ساهم بشكل كبير في تطوير تحاليل جديدة على فيروس كورونا مع شركاء دوليين. بورتري حول كفاءة مغربية فذة كسبت رهان نجاح التحدي عالميا نسلط الضوء عليه بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر مع إيمان سلوي ونور الدين الوباني.
أنا في كوريا الجنوبية منذ 2019. أنا مسؤول عن جانب الجودة وكل ما يتعلق بالجزء التنظيمي ومطابقة المنتوجات للمواصفات الجودة لشركتنا عبر بقاع العالم. يسلك أكثر السبل تميزا لبلوغ القمة. في كل يوم أسلوب جديد للوصول إلى الأشياء. في طريقه اليومي من مدينة سانغدو إلى سيول في كوريا الجنوبية يعرف الهدف جيدا، التميز. إنه سمير مشهور، نائب رئيس شركة عملاقة في سيول تعتبر الأولى عالميا في مجال تصنيع تكنولوجيا المنتوجات البيوطبية. نعالج ملايين الناس عبر العالم سواء في مجال الأونكولوجيا أو علاجات أخرى، وأنا سعيد بالمساهمة في تحسين حياة المرضى إلى الأفضل. له مسار حافل بالنجاحات، حيث شغل عدة مناصب قيادية عبر العالم وعمل بالقارات الخمس، حاصل على الدكتوراه في علم الإدارة وحاصل على الماجستير في الفيزياء النووية من جامعة كونكورديا وخريج جامعة هارفارد، والآن في أجندته اليومية اجتماع جديد. Has joined the company. Obviously, this is kind of new country that he working in, but he's not. إن النجاح في مسار بكوريا الجنوبية ليس بالأمر الهين، بل هو تحدي كبير. كوريا الجنوبية غنية بالثقافات المتنوعة. هو يتطلع بعدة مسؤوليات هامة في عالم يمر من تحولات شاسعة، خاصة في العشر سنوات الأخيرة. I've had the honor and privilege to work with Sam McCower for the last year. أنا فخور بالعمل مع سمير مشهور طيلة السنة الماضية، وهو يقوم بعمل جبار من أجل تطوير مؤسستنا وتسيير الفرق. بسبب عمله الدؤوب مؤسستنا تتطلع إلى بلوغ مستويات عالية، وهو لديه تجربة عالمية في التسيير، وقد استطاع الاندماج بسهولة في الثقافة الكورية الجنوبية. سمير مشهور بخبرته العالمية، نشيط جدا في مجال نقل تكنولوجيا الصناعات البيولوجية إلى المغرب، ويتواصل مع الخبراء في صناعة الأدوية على الصعيد الوطني للمساهمة في تطوير الأبحاث. يحاول بعظمة وبريادة وفق برنامج يومي صارم. أحلامه حدودها كبيرة كالمدى، وهواياته تعلمه كسب رهان التحدي، ويغالبه دائما شوق عارم إلى الأهل في الفؤاد، فعائلته الصغيرة تقطن ما بين فرنسا وكندا. ويرافقنا الآن الزميل محمد أمين نوري وأخبار الرياضة في أسبوع. محمد أمين مساء الخير. مساء الخير مريم. البداية محمد أمين ستكون من طنجة وإصابة 16 لاعبا بفيروس كورونا مستجد. مع الأسف حالات الإصابة بكوفيد 19 لم تستثني لاعبي الدوري الاحترافي لكرة القدم بقسميه الأول والثاني. حصة الأسد من الإصابات شملت فريق اتحاد طنجة بما مجموعه 24 إصابة، 16 منها شملت اللاعبين بالإضافة للمدرب والأطقم التقنية وعضو من الطاقم الطبي وثلاثة أفراد من إدارة النادي ومكلف بمعدات الفريق. الطاقم التقني والإداري والطبي والصحفي لفريق اتحاد طنجة البالغ عددهم 45 من المصابين والمخالطين سيدخلون في حجر منزلي لمدة 14 يوما قبل العودة للتدريب. كما تم تأجيل مباراة الجولة 24 للقسم الوطني الثاني بين فريقي أولمبيك تشيرا ونادي الاتحاد الرياضي التي كان مقررا إجراء هذا اليوم بملعب أحمد فانا بتشيرا. فيما ستتواصل مباريات الدوري الاحترافي لكرة القدم في جولتها 21 بإجراء مبارتين. يوم غد الوداد البيضاوي سيستقبل أولمبيك خريبكا،
عند الساعة 8 مساء. الدفاع الحسني الجديد يلاقي الجيش الملكي في أول ظهور للفريق العسكري بالدوري الاحترافي عقب استئناف هذه المباراة ستجرى في 10 ليلا. نتحول إلى منافسات القسم الوطني الثاني لكرة القدم ومباريات الجولة 24 من بين أبرز المواجهات تلك التي جمعت بين فريقي شباب أطلس خنيفرة والمغرب الفاسي وانتهت لصالح الفريق المضيف بحصد هدفين مقابل هدف واحد، فيما الرسينج البيضاوي فاستقبل وداد تمارا في مباراة انتهت بالتعادل السلبي. أكبر الخاسرين في هذه الجولة هو فريق المغرب الفاسي، والتفاصيل مع خالد الرغوت. بالملعب البلدي لمدينة خنيفرة مباراة قوية جمعت بين شباب أطلس خنيفرة وضيفه المغرب الفاسي. فريق المغرب الفاسي دخل هذه المواجهة بهدف العودة بنتيجة إيجابية للحفاظ على حظوظه في الصعود لقسم الأضواء، لكن مع البداية سيتلقى هدفا مبكرا بعد تسديدة قوية من رجل اللاعب نور عثماني تخدع الحارس أمين البرقادي. رد فعل فريق المغرب الفاسي لم يتأخر كثيرا، ففي حدود الدقيقة 11 وعلى إثر ركنية المهاجم الحسن كربي يعدل النتيجة، وذلك برأسية تستقر في شباك مرمى فريق شباب أطلس خنيفرة. التسديدات القوية والمباغتة لفريق شباب أطلس خنيفرة شكلت خطورة على مرمى أمين البرقادي، وفي حدود الدقيقة 63 وعلى إثر ركنية يتمكن اللاعب ياسين الغزواني من إضافة الهدف الثاني لفائدة شباب أطلس خنيفرة. هذا اللقاء ينتهي إذن بفوز شباب أطلس خنيفرة بهدفين لواحد، نتيجة جعلت المغرب الفاسي ينحدر للصف الثالث برصيد 38 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني فريق الرسينغ البيضاوي. كنتمنوا يعني في المقابلات المقبله انه نرجعوا بهذ الاهداف باش نكونوا يعني اريحيه تكمل اللقاء ديالك، ولكن الحمد لله يعني اولا المعنويات اللي رجعت اللاعبين، الثقه اللي رجعت ما بين المكتب واللاعبين، خصوصا الظروف اللي عاشوها في الكونفينمون وما وراء الحجر الصحي. الحمد لله، هنيئا لجميع مكونات شباب أطلس خنيفرة. الطريق مازال طويله، لي زيرور اللي كنديروا خصنا نستافدوا منهم ونقلوا منهم بدرجه اكبر باش ناخذوا لي ماتش. دابا اون غوسوا دو ماتش ايتشيرا ايتاس، دونك اون با لو دووا لا فوت، خصنا نديو فيهم ان شاء الله 6 بوين، وهذا هو الفوتبول وهذا هو الشغم ديالو. وفي لقاء اخر عن نفس الدوره وبملعب الابجيكو ارغم فريق الرسينغ البيضاوي على نتيجه التعادل بدون اهداف امام ضيفه وداد تمارا. فريق الرسينغ البيضاوي ورغم هذا التعادل ارتقى للصف الثاني في الترتيب بمجموع 39 نقطه، فيما الصف الأول فهو دائما لفريق شباب المحمدية بمجموع 41 نقطة، والذي عاد بنتيجة التعادل من ميدان شباب بن قرير. ونبقى دائما مع كرة القدم، حيث أكد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي ووليان دا سيلفا رحيله عن النادي اللندني ليلتحق بنادي أرسنال دون مقابل، فيما عين فريق يوفنتوس الإيطالي مدربه الجديد بيرلو أندريا في أول تجربة تدريبية للنجم الإيطالي. تفاصيل مع محمد بن سركة. ملعب رين إنرجي بمدينة كلن الألمانية سيكون مسرحا لمباريات مسابقات اليوروبا ليج، والبداية ستكون من المباراة الفاصلة بين نادي مانشستر يونايتد الأنجليزي ضد نادي كوبنهاغن الدنماركي عن دور الربع، فيما ملعب إسبريت أرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية سيحتضن مباراة إنتر ميلان الإيطالي ونادي باير ليفركوزن الألماني عن نفس الدور. أما ملعب إم إس في أرينا بمدينة دويسبورغ سيحتضن مباراة حارقة أخرى بين ويلفرهامبتون الأنجليزي ونادي إشبيلية الإسباني، فيما ملعب فيليتيسين أرينا ستجرى فيه آخر مباريات دور الربع بين نادي شختار دونيسك الأوكراني وبازل السويسري. يذكر أن الملاعب الألمانية ستحتضن كذلك مباراة نصف النهاية واللقاء النهائي لثاني المسابقات الأوروبية. أندريا بيرلو المبدع الفنان الذي رسم لوحات رائعة لا زالت خالدة في ذاكرة كرة القدم العالمية والإيطالية بالخصوص. ارتبط اسم اللاعب بنادي السيد العجوز وكقائد للسمفونية الإيطالية في مختلف الاستحقاقات الكروية القارية والدولية. بيرلو 41 سنة يعود من جديد لقلعة يوفنتوس من بوابة التدريب هذه المرة،
فبعد صدمة الخروج المبكر من منافسات تشامبيونز ليج أمام نادي ليون الفرنسي، قرر مسؤول النادي التخلي عن المدرب السابق موريسيو ساري والاعتماد على نجم الفريق والكرة الإيطالية أندريا بيرلو، الذي سيساعده كل من روبرتو بارينو أنطونيو كاليادي لضخ دماء جديدة للنادي السيد العجوز. وتمني الجماهير النفس بأن يعود النادي شابا وسيما وليس سيدة عجوز كما هو الحال. فيما أعلن الجناح الطائر البرازيلي ويليان عن رحيله رسميا عن نادي تشيلسي عقب انتهاء عقده. ولعب البرازيلي ويليان للنادي اللندني تشيلسي لمدة 7 سنوات، وقبيل رحيله عن نادي البلوز عبر في رسالة خاصة عن امتنانه لناديه وكذا الجماهير التي رحبت به منذ مجيئه إلى ملعب ستامفورد بريدج. هناك أخبار وتقارير تؤكد على أن اللاعب البرازيلي ويليان سيحمل قميص فريق أرسنال السنة المقبلة. وقد توج ويليان مع نادي تشيلسي بلقب الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم مرتين، وكأس رابطة الأندية المحترفة، ولقب اليوروبا ليج. تم هذه الفقرة الرياضية. كان طبقا رياضيا متنوعا أمين، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا ننتقل إلى الشأن السياحي، حيث وضعت المحطة السياحية بالسعيدية عروضا خاصة بغاية تشجيع السياحة الداخلية، زيد عليها الالتزام بكافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. ريبورتاج محمد بلاوي، حسن بن جابي ورشيد العتبي. الوحدة والفندقية بمارينا السعيدية وضعت عروضا خاصة لناشئ السياحة الداخلية، عروض هامة التخفيضات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط إجراءات وتدابير وقائية واحترازية. فهذه الوحدات الفندقية تعول على السائح المغربي لإنقاذ هذا الموسم السياحي المتضرر جراء أزمة كورونا. هي المدينة المفضلة عندي، مدينة جميلة كتمتاز بواحد الهدوء بواحد السكينة، وفهاد المنتجع اللي كاين جينا حنا فيه، حنا كنتواجدوا فيه حاليا، منتجع جميل، كاين تباعد، كاين جميع الوسائل اللي كيطلبوها الدراري متوفره لهم هنا الحمد لله. دابا حنا هذه 3 سنين حنا تنجيو يا غيا نادير، مدينه زوينه. كاع لي جون اجيو للسعيديه بوغ سو ديفولي باش خرجوا من لو ستريس ديال المدرسه. مدينه زوينه ونبدلوا الجو ديال المكناس والصهد والحراره، داكشي علاش جينا هنا. حاولنا نعطيو تخفيضات في الأثمنة باش نشجعوا السياحة الداخلية وخاصة بالسعيدية، واضطرينا هذا العام باش أننا نغيروا من النوع ديال النوعية ديال الترفيه اللي كيكون في هذه الوحدات الفندقية. اخترنا فترة العيد وعملنا مجموعة من التدابير الوقائية. وبعيدا عن حرارة شمس النهار، ليل السعيدية يمنح الزوار فرصة الاستمتاع بنزمات الليل والموسيقى الهادئة ومتابعة الفنان التشكيلي عبد القادر بالبشير بريشته وألوانه. معرض فني يقام بساحة 16 غشت يشكل فضاء ثقافيا وفنيا للسياح المغاربة. لينا السعيدية وجهة سياحية يعني الدرجة الأولى خصوصا من المنطقة الشرقية، وإحنا كنعيشوها الظرف، إذن هي المتنفس الوحيد، وإلى مثلا سمحنا فيها في هذا الظرف هذا الناس ما غاديش تلقى واخا كتجي هما الناس دابا كيجيو تبارك الله السعيدية، ولكن لابد ما خصهم واحد المتنفس فني وثقافي. بفضل مؤهلاتها الطبيعية أصبحت المحطة السياحية للسعودية وجهة وقبلة العديد من السياح وخاصة المغاربة خلال هذه الظرفية الاستثنائية، فبإمكانهم قضاء عطلتهم الصيفية في ظروف آمنة ووسط التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات الصحية. نهاية النشرة مشاهدينا، تذكير بأبرز ما جاء فيها. الخليفة العام الجديد للأسرة التيجانية نياس بالسنغال يعرب عن امتنانه لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله على إثر مراسم تقديم العزاء في وفاة الشيخ أحمد التيجاني إبراهيم نياس. المستشفى العسكري الطبي الميداني المغربي أصبح جاهزا لاستقبال المرضى والمصابين في انفجار بيروت، فيما تتصدر المساعدات المغربية قائمة المساعدات الموجهة للبنان ب19 طائرة.
في جديد الحالة الوبائية تسجيل 1230 حالة إصابة مؤكدة و18 حالة وفاة، فيما تمثل للشفاء 1157 شخصا خلال 24 ساعة الماضية. تدابير وإجراءات احترازية ضد وباء كورونا المستجد تخيم على القطاع السياحي، والنموذج تبعناه إلى المحطة السياحية بسعيدية. شكرا على المتابعة، إلى الغد بإذن الله.